ثانية تفسير للآية الأولى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فكأن السائل أو السامع يسأل فيقول كيف هذا؟ لم أره الذي اتخذ إلهه هواه، فكيف هي حالته وكيف يبدو؟ فيجاب عليك، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل في الجاهلية يعبد صنما أبيضا، فإذا وجد غيره أحسن منه وأعجبه ترك إلهه الأول وعبد الثاني. فالموضوع ما فيش قاعدة، شكله عجبني كده فهعبده خلاص. الإمام القرطبي ينقل هذا الأثر مطولا فيقول: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجب بشيء عبده على طول كده، حاجة تعجبه تلفت نظره أو جميلة حلوة ده أيا كان، فممكن يعبد حجرة ممكن يعبد شجرة أي حاجة. فعلى هذا المعنى أرأيت من اتخذ إلهه بهواه، يعني إذا أراد أن يتخذ معبودا ليعبده اتخذه بهواه، فيعني حذفت الباء للتعميم. والمعنى الثاني: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني اتخذ هواه إلها، جعل الهوى هو الإله. فيبقى ما فيش قانون يمشي عليه في الجملة، الاثنين زي بعض. الأولاني ملوش قانون وقاعدة يفهم بيها المعبود لما يعبد أصلا، والثاني الذي يتخذ الهوى إلهه ليس له قاعدة ولا أصل ولا أساس يمشي عليه. المؤمن قاعدة إيه؟ الكتاب والسنة، الدين، هو ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، اللي هو إيه؟ الإسلام، الكتاب والسنة، الشريعة. وده اللي ربنا قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طب عكس الشريعة دي القانون اللي هنمشي عليه إيه؟ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الحق شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإذا لو ما فيش قاعدة الشريعة، القاعدة اللي احنا كلنا مختلفين متفاوتين في الأفهام، ممكن انت تتكلم وانا خلفك، انت تدعي ان انت صح وانا ادعي ان انا صح، في الاخر لازم يبقى في ميزان عام كده كل الناس تضع عليه افهامه هو اللي يوزن بقى. انما لما ما يكونش في ميزان يزن ويفصل بين الحق والباطل والخير والشر وتعرف به ماهيه الامور بين الناس، هيبقى هو ده بقى الصراع، صراع الايه؟ الهوى. اذا الهوى معناه اللا قانون، صح ولا ايه؟ اللي في دماغك هعمله خلاص، اي حاجة تخطر ببالي انا هعملها خلاص. فاللا قانون يخلي الدنيا غابة، ويخلي مفيش قانون معاملات، مفيش معاملات اصلا بين الناس. كيف تأمن لمعاملاتك بين الناس؟ كيف تأمن لحياتك حتى الاجتماعية اذا لم توجد مثل هذه القوانين تنضبط بها امور الحياة؟ لذلك لابن القيم يعرف الهوى بايه؟ بيقول الهوى معناه الميل، في اللغة كده كلمة يهوى يعني يميل، حتى نقول هوى إلى الأرض، يعني مال إلى الأرض وسقط بسرعة. فكلمة الهوى معناه الميل والسقوط والغلبة، دي معنى الهوى. طب الهوى عند علماء القلوب وعلماء التربية يقول لك إيه؟ ميل النفس وغلبتها لسفلة شهواتها. شوف الكلام عامل ازاي، يعني دايما الهوى اللي هيتحكم في النفس ده عمره ما هيدلك لمعالي الامور، ده دايما بيوديك لفين؟ للسفالة، لسفلة شهواتها، للسفالة والسقوط، عمر الهوى ما يوديك ابدا لايه. لذلك ربنا بيقول ايه؟ بيقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى.
فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الهوى يخليك مش بني آدم خلاص، تنسى يوم الحساب، تنسى اللي فيه رب. رغباتك بس وإراداتك هي الحق المحض، وهو الصواب الذي لا جدال ولا نقاش فيه، وأي قاعدة خلاف ما تهوى وتتمنى ما تلزمكش. فما فيش مبدأ وما فيش رب وما فيش آخرة وما فيش أي حاجة. لذلك هو عنوان الهلكة اتباع الهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي، يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي شهوات الفرج والبطن ومضلات الهوى. ومضلات إيه؟ الهوى. صحيح ممكن يكون تهوى شيء كده، بس الإنسان الكيس يبقى نفسه يعمل حاجة، فقبل ما يعملها يقول إيه؟ طب أروح أبحث عنها كده في الدين، أسأل الشيخ فلان ولا أبحث في كذا، لعل يكون ليها مخرج. فيروح يجد المخرج يحمد ربنا. هو ده بقى إيه؟ هواه تبع عني ما جبته. تلاقي واحد عايز يدخل في معاملة، عايز يشتري بيت من المورجج، عايز يشتري سيارة، عايز يعمل معاملة معينة. ففي النفس هو إن يكون عندك إنك حاطط الشريعة كده فوقيك، دي نعمة من ربنا، دي علامة من علامات إن أنت حتى تحب أن يكون هواك تبعا للشريعة، تحبش أن يغلبك هواك على الحق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبعا، وإعجاب المرء بنفسه. خدت بالك من كلمة هوى متبعا دي؟ لذلك ممكن أي إنسان مننا بيهوى الأشياء، لكن يعني إيه متبع؟ يتبع هواه من غير أن يكون له مستند من الشرع، فيبقى يعمل إيه؟ يضل عن سبيل الله. طيب الإمام ابن القيم بيقول مظاهر الهوى اللي أنت لو شفتها في نفسك كده أنك أنت متبع الهوى، تحذر بقى، تخلي بالك. أولها الإنسان دايما اللي بيتبع هواه أو النفس، مش هدلك على معالي الأمور زي ما قلنا، دايما هتلاقي نفسك يعني هيلاقي نفسه في حالة كده من التردد، دايما دون، عنده شعور بالدونية، لأن كل ما ألهته نفسه مال إليها، وده الهوى، ونفذ على طول، فيبقى في تفاوت بينه وبين الناس. طب يحل المشكلة دي إزاي؟ إنه حاسس بالدونية، إنه أقل من الناس، يحل المشكلة دي إزاي؟ إنه لا يهتم إلا بعورات الناس، دي أول علامة. الشعور بالدونية يسبب له إنه يبقى ناظر لعورات الناس، ملوش دعوة بمحاسنهم أبداً، لا يرى من الناس إلا مساويهم، ليلتقطها يجمعها كده والتقطها وينشرها. ليه؟ عشان ما يحسش بالدونية، يقول ما فيش حد أحسن مني، فلان ده لو أحسن مني أو فلان ده أو لا لا لا، ده فيه وفيه وفيه، واخد بالك كده. والإمام ابن القيم يقول مثلهم مثل الخنزير، الخنزير كده يبقى ماشي يرعى في الفلاة، ماشي كده في الأرض، فيرى من أطايب المرعى فلا يلتفت لها بشيء، يمشي وما ياخدش باله، حتى إذا وجد رجيعا لهث، الرجيع اللي هو إيه؟ فضلات الحيوانات، لهث إليها فيجمعها، يقعد يجمعها كده ويكومها. ودي خصائص الخنزير فعلا، إنه الحاجات الطيبة ما تلفتش نظره، هو يلفت نظره العذرة دايما، الفضلات، الحاجات اللي هي القذرات. طيب دي أول علامة. تاني علامة بيقول إيه؟ الجدل، كثرة الجدل، لأنه هو عايز يقنع نفسه. أصلا سبحان الله، ربنا جعل لنا واعظ الخير في نفس كل مؤمن، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس كل واحد منا واعظ الخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل علامة البر إيه؟ قال: البر حسن الخلق. والإثم إيه؟ هو علامة الإثم ده ما حاك في صدرك وترددت عليه النفس، لا نفسك مش مستريح من كده، حاك في صدرك وترددت عليه النفس. فاللي يتبع هواه بيبقى عنده تردد كده وقلق، هو عارف إنه على خطر، فإذا عرض للناس وبدأ الناس يناقشوه فيها يبتدي يعمل إيه بقى؟ يجادل بالباطل وهو يعلم انه باطل. وظن ده بقى من افات هذا الزمان، زي ما انت شايف، بتشوف انت ناس اهو
بيدافعوا عن الظالمين ويضرروا الاكل ويضرروا اكل ثروات الناس ويضرروا الحرام كل شيء. وتبتدي يعني تقول انت مقتنع بالكلام، انت مصدق، تلاقيه عمال يجادل بكلام لا يقبله عقل ولا عقله هو اصلا. العلامة الثالثة قال لك ايه؟ عدم الاعتذار ابدا. ودي برضه من افات الزمان. الاعتذار في زماننا ده بقى حاجة صعبة جدا. لو جيت عاتبت حد في خطأ مش ممكن، لازم ياخدك لحوارات كتيرة. وبقت اللغة يقول لك ايه؟ بيحور عليك. يعني ايه حور؟ يبرر ويبرر بحاجات انت لو طفل صغير سمعها منه ما يصدقش هذا الكلام ولا يقتنع به. طب ما هو اللي يلخص لك الكلام ده كله انك تقول والله صح، يعني انا اخطأت في ذلك وانا بعتذر، خلص الموضوع. انما مش ممكن الاعتذار الان لو في عتاب او تناصح بين اثنين، نعيد بقى عن ان يكون خصاما او خلافا، من الصعب جدا رابع المستحيلات انك تطلع اعتذار من المخطئ للمصيب او من المظلوم للظالم. الوضع بقى صعب جدا. سيدنا عبد الله بن مسعود حذر من هذه الحاله فقال: انكم الان في زمان يقود الحق فيه الهوى. حق منتشر، الدين منتشر علما وعملا ودعوه وقولا، موجود الدين والناس عايشاه، فصاحب الهوى غصب عنه هيخلي الحق هو اللي يقود. وسياتي على الناس زمان يقود الحق فيه الهوى. الهوى هو اللي هيبقى قائد يطوع الحق ليه. وديك سمعتم، شفتوا انتوا الاهواء اللي عماله تحصل؟ شفت الراجل اللي هو يعني استاذ في كليه الشريعه، استاذ في الشريعه الاسلاميه، استاذ يعني بجد مش استاذ كده، لهوى في نفسي ولطمع في منصب، يقول لك بقى مسجد من مساجد المسلمين الصلاه فيه حرام، يبقى مسجد مغتصب. ولما كان كنيسه كان عادي، ده حقهم وبتاعه. شفت اكتر من كده؟ بقى فجر القول. وصل الامر ان الهوى هو اللي يقود الحق، ده هم عايزين كده، ان يخلوا الهوى هو اللي يطوع الحق ليه. ثم قال ابن مسعود يقول ايه؟ انكم الان في زمان يقود الحق فيه الهوى. وسياتي على الناس زمان يقود الحق، الحق هو مفعول به، يقود الحق الهوى، الهوى هو الفاعل. نعوذ بالله من هذا الزمان، نعوذ بالله من هذا الزمان. هيبقى الوضع صعب جدا، هيبقى الوضع صعب لو وصل الامر انهم عايزين يحكموا الهوى على الحق فيقود الحق ويطوعه الى من يريد الهوى. اذا وجود مبدا اسمه الشرع كبيرك ربنا ليك سقف بتلجا له، تشك في فكرك، تشك في رايك، حتى لو مالت نفسك وضعفت لشيء تقول بس اروح ادور الاول عشان ابقى مطمن. طول ما لسه فيك العلامه دي احمد الله عز وجل على العافيه. لو تبلد الحس وضاعت منك العلامه دي، ده اوسع ابواب الضلال والهلكه، عافانا الله واياكم. ويبقى الحاله بقى زي ما وصف ربنا بالظبط، زي ما جمهور المفسرين بيقول ايه؟ نكرر بقى الايه تاني كده ونسمعها، بيقول: ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا. انت هتقدر تتحكم فيه وتسيطر عليه انك تهديه وتبين له الهدايه؟ مش هتقدر. شكله عامل ازاي يا رب اللي يتخذ الهه هواه ده؟ يقول: ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون؟ لا يسمع الحق ابدا ولا يعقله ابدا. دي علامته. ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا، عافانا الله واياكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.